أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11، هذا هو فيديو الوحدة الثانية، وكما يظهر أمامكم في الشاشة سنقوم بعرض أهم المحاور أو الموضوعات التي سندرسها خلال هذه الوحدة. كونوا معي. عنوان وحدتنا هو الأردن في صدر الإسلام، العصر الراشدي والأموي. الفصول الثلاثة التي تنقسم إليها هذه الوحدة: مكانة الأردن الدينية وانتشار الإسلام فيه، الفتوحات الإسلامية في الأردن وموقف القبائل العربية منه، الأردن في عهد الدولة الأموية. الأهداف أو النتاجات: عزيزي الطالب، بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع منك أن تكون قادراً على أن تتعرف على الأحاديث النبوية الشريفة التي تناولت الأردن، تتعرف على أشهر القبائل العربية في الأردن وأماكن استقرارها، تتعرف أيضاً على الآثار الأموية في الأردن، تبين دور العلماء الأردنيين في إنشاء المراكز العلمية في الأردن، تحلل أسباب اهتمام الأمويين بمنطقة الأردن، وأيضاً تفتخر بقدسية أرض الأردن وفضائل أهلها، وتقدر دور الأردنيين في معارك التحرير العربية والإسلامية. مشروع الوحدة: يقوم مشروع الوحدة أساساً على المهارات البحثية كما هو معتمد. سيوكل إليك البحث في حضارة إسلامية قامت في الأردن في عرض تقديمي أو فيديو تعرض أثناءه مهمتك. لك أنت حرية الخيار في المخرج الذي ستعرضه أمام زملائك. الفصل الأول: يتحدث الفصل الأول عن مكانة الأردن الدينية وانتشار الإسلام. وهنا بداية سنتحدث عن مكانة الأردن الدينية بشكل عام، وكيف كانت الأردن جزءاً من بلاد الشام. سنتطرق إلى موضوع الأحاديث النبوية الشريفة التي ورد فيها اسم الأردن وبلاد الشام. ننتقل بعدها إلى المقامات في الأردن، أيضاً انتشار الإسلام في الأردن والمواجهة مع دولة الروم. في أيضاً سنتعرف إلى القبائل العربية التي سكنت الأردن، مثل قبيلة بني عذرة وبني سعد هذيم، وقبيلة بلي، وقبيلة جذام ولخم، وقبيلة الغساسنة، وأيضاً قبيلة بلقين. بعد ذلك سننتقل إلى الفصل الثاني. عزيزي الطالب، في هذا الفصل الثاني هناك الكثير من التفاصيل التي سنتعرف عليها. الفتوحات الإسلامية في الأردن. هنا سندخل إلى الفتوحات الإسلامية في الأردن في عهد الخلفاء الراشدين. انتهت حروب الردة، أرسل الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن سعيد بن العاص، وطلب إليه الإقامة في منطقة تيماء. هنا سنعرف مجريات هذه الفتوحات وماذا طلب منها. سنتعرف إلى العوامل التي جعلت الأردن مركز اهتمام كبير، وتوجيه جيوش الفتح لها ونشر الإسلام فيها. أيضا سنتطرق إلى المعارك الإسلامية في العهد الراشدي. معركة طبقة فحل في العام 13 للهجرة، معركة اليرموك في العام 15 للهجرة. سنتعرف أيضاً إلى مواقف القبائل العربية في الأردن من الفتوحات الإسلامية، وأيضاً أضرحة الصحابة ومقاماتهم على ثرى الأردن. سنتعرف إلى مواقعها وقصص الصحابة فيها. بعد ذلك عزيزي الطالب سننتقل إلى الأردن في عهد الدولة الأموية. سنعرف ما هو أسباب اهتمام الخلفاء الأمويين في الأردن، لماذا اهتموا فيها، لماذا تم اختيارها، لماذا
أحب أن تكون هناك مدينة خاصة عمان، هي مركز للأمراء الأمويين، قصر القلعة، التفاصيل الكثيرة. أيضاً سنعرف مظاهر اهتمام الخلفاء الأمويين بالأردن من حيث توزيع مناطق الأردن على أجناد الشام، جند الأردن، دمشق، فلسطين، كيف كانت عمان مركزاً مهماً للمواصلات وتميز الأردن بمكانة خاصة في عهد الأموي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. أيضاً سنتعرف إلى القصور الأموية في البادية الأردنية، وكيف اهتم خلفاء بني أمية ببناء القصور في البادية الأردنية، وما هي الأسباب التي دفعتهم لبناء هذه القصور. أولاً حتى يتعلم أبنائهم اللغة العربية الخالصة في البادية التي تمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة التعبير، حنين الخلفاء الأمويين وشوقهم لحياة البادية والبداوة والفروسية، غنى البادية الأردنية بأعداد كبيرة من الطيور، الحيوانات خاصة الأسود والنمور والنعام الغزلان. هذا دفع الخلفاء الأمويين والأمراء لممارسة هواية الصيد، تمتين الروابط والعلاقات مع القبائل العربية الموجودة في البادية الأردنية. عزيزي الطالب، وكما لاحظت معي، هذا هو عرض سريع مفصل بعض الشيء لما سنتناوله خلال الأسابيع القادمة في الوحدة الثانية من كتاب تاريخ الأردن. المشروع سنعطيه تفاصيل أكثر، سأدعمك بالمعايير وكل ما يلزم المشروع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.